السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكاطو او كيك ديزاين للموضوع ديالو او التيم ديالو هو بومبا. الواحد وليد عنده عام. المهم انا ما صورتش لي زيتاب كاملين لانه اصلا الجو عندنا شويه مغيم ومع الاناره ضعيفه بزاف، وما كانش عندي حتى الوقت باش غادي نصور لانه خاصني نكملو دابا يعني في هذه الوقيته. الناس جايين ياخذوه وما كانش عندي الوقت بزاف لان لا كوموند جاتني يلا والبارح، ويلا يعني وجدت لاباط شوكولا، درت لونتها ووجدت الكيك، يعني داكشي كيقبط الوقت. ولا جيت نصور وندير ايتاب باغ ايتاب اصلا غادي يجي طويل بحال الفيديو الاخر، ويعني انا وريت لكم غير النتيجه النهائيه. هاد الكيك يعني عباره عن جوج ديال الكيكات، واحد بالفاني يعني الاولاني والثاني بالشوكولا، يعني كاين جوج ديال النكهات فيه، ويعني داكشي اختياري. وبالنسبه للالوان انا لعبت على الالوان، ويعني درت شويه ديال لي بالون بالالوان، درت بومبا كيف هو يعني ضروري يكون بالاصفر وفيه دوك الشيء القليبات وداك، يعني بومبا الحقيقي ما غاديش نقدر نغيروا الالوان ديالو، ولكن لعبت على الشكل الاخر. بالنسبه هنا درت قليبات، درت نجيمات، درت اندي في واحد يعني عام وعمرته بلي بالون. وبالنسبه للكيك الفوقاني درته يعني بهاد الطفيرات، يعني هذا مول كيدير هاد الطفيرات هكذا، درته تقريبا بالوان يعني تقريبا ابوبري ديغرادي هي داكشي اللي وجدته. وبالنسبه لهاد البونوم هاد البومبا هذا، يعني بالنسبه للراس والجسم ديالو هذا كيك، ومن بعد يعني درته بالكيك والشوكولا فيه يعني باش تقبط فيه مزيان الداخل، ومن بعد خليته في الثلاجه شي شويه حتى كيشد راسو، ومن بعد كنغلفو بالشوكولا، يعني غلفته بالشوكولا ماشي كله شوكولا، ويمكن لك ديري كل شوكولا ولكن يعني غادي ياخذ لك الشوكولا بزاف. المهم يعني انا درته ك حتى هو كيك. وبالنسبه لهاد الالوان، يعني هو كتشري الالوان الغذائيه، ملي كتعجني عجينه الشوكولات يعني كتكون بيضاء او بلون كاسي بالاحرى، هي كتكون بلون كاسي، كتبدي تلعبي على الالوان، كتزيدي الالوان وكتوفري اللون اللي بغيتي. وسمحوا لي البنات على التصوير لانه كيف قلت لكم الجو عندنا كئيب وحزين والشتاء والاناره ضعيفه بزاف، فالتصوير كان شي شويه مظلم. ما تنسونيش البنات بالتعليقات ديالكم وباللايكات والاشتراك في القناه ديالي. نخليكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.